سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهاردة كان جالنا طول شهر رمضان اتصال بطريقة غريبة جدا على المكرونة بالبشاميل. هنعمل مكرونة بالبشاميل، لكن النهاردة الهيرو بتاعي أو الرئيس بتاع الليلة عندي فاخدة ضاني، تعالوا نحشيها ونخليها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي، لان برضو عايزين نعمل كل حاجة تراضي حضراتكم. طيب يبقى هنشوف الفخدة الضاني مع بعض، نشوف مقاديرها. عندي فخدة ضاني مع الشعرية، احنا عملنا طبعا الديك رومي قبل كده بالرز خلطة، فعايزين نغير شوية لان مش لازم كله يكون رز خلطة، كله يكون شعرية، لكن مرة كده ومرة كده، ولسه هنعمل بلسان العصفور، هنعمل بالمكرونة، عندنا حاجات كتير قوي هنعملها مع حضراتكم. يبقى عندي فخدة ضاني، بصل، جزر، كرفس، ورق لورو، حبهان، طماطم، فلفل حار، عندي كزبرة خضراء، بصل تاني عندي للشعرية، وعندي توم شعرية، ملح وفلفل بهارات، قرفة خشب، زعتر، عندي زبدة أو زيت، ومكسرات. المكسرات النهارده بتختلف تماما عن كل المكسرات بنعملها، لان رمضان عندنا كل سنه طيبين، كل يومين رمضان موجود، كلت وشبعت منه، بس يبقى عندي لسه احشي منه اللي انا عايز احشي. يبقى نشوف النهارده هنعمل ازاي الفخده ونخليها مع بعض ونحشيها مع بعض. النهارده حاجتنا كلها مميزه، اهي خلينا الفخده في بلانشه كبيره، اهي انا شلت البدن بتاعها ده، بنشيله اللي هو الختم، وهنكمل مع بعض ازاي نشيله عشان مش محبوب دايما يبقى في اللحمه كده. شوفوا بقى الفخده بشتريها كده مزرره، مش كده بسميها مزرره. قدام حضراتكم اهيت المسابقه قدام حضراتكم على الشاشه، يا ريت نصورها عشان سعيد الحظ ربنا يكرمه ويبقى فائز معانا. طيب كده انا بشيل السكن ده او الجلد اهو، الختم ده ببعده علشان خاطر مش محبوب اهو، مش هلزمني في شيء لان هو ايه واخد جلد بسيط اهو. كده نشيل دي كمان، بستبعد كل الخيط بتاعي. تعالوا نشوف هنفتح الفخده ازاي. كده اهو نشيل الطبق ده كده على جنب عشان تشوفوا، نبدا نخلي، نشيل المخاصي بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. نبعد ده برضو، بشيل الدهون كلها منها، ما تلزمنيش بشيء اهو، كل ده العبل ده بشيله كده، برضو بشيل الجلد. عايزين نعمل حاجة النهاردة جميلة وجديدة. طيب كده هنبدأ نفتح الفخدة، بمشي بقى على الخطوات بتاعتها عشان ما بهدلش الدنيا. وعندي فيه ريهام، مساء الخير. الو الو ريهام. ايوه السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ في نعمه والله يا ست ريهام، ازاي صحتك؟ والله انا مبسوطه جدا ان انا كلمت حضرتك، انا بقالي كتير والله عايزه اكلم حضرتك. يا اهلا بيك، يا اهلا بسعادتك، اتفضلي سؤال حضرتك. ربنا يخليك. دلوقتي في، انا عايزه اعرف الرز البدوي. البدوي؟ اللي بيتعمل في مرسى مطروح ده على طول، اللي بيتدفن فيه اللحمه اللي هي اللحم الجدي. لا انا ما اعرفوش حضرتك وما اكلتوش قبل كده، لكن هسالك واعرفه. اللي هو اسمه البخاري. اه رز بخاري، اه مش رز جبلي بقى وبتاع، لا لا على عيني. حاضر حاضر. حاجه ثانيه يا ست الكل؟ لا شكرا والله، انا الف مبروك على القناه. الله يبارك في سعادتك، ربنا يخليك يا ست الكل، ربنا يبارك في سعادتك، اتفضلي يا فندم. كده هنا بخلي زي ما حضرتك كده شايفين اهو،
لازم اخلي بالراحه كده اهي، اروح ادخل بالسكينه من تحت. لا 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 مفيش حاجه كده اهي، امشي بقى مع السكينه كده بخلي. عايز اطلع العظمه دي وهخلي الموزه. ليه هخلي الموزه؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. طيب كده انا خليت الموزه تمام كده، يبقى عندي الفخده دي. بسيب الموزه دي زي ما هي، بس لازم اشيل الحته دي واخلع دي. يا عم احمد مساء الخير. الو حماده. ايوه ازيك يا جميل؟ ازيك يا شيخ؟ امورني يا حبيب قلبي. سمحت يا شيخ، كنت عايز اسالك على البسبوسه. حاجه تانية؟ اه كنت عايز. يا حبيبي سامع ايه البسبوسه؟ حاضر هنزلك على الشاشه. الو الو مساء الخير. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. ازي حضرتك؟ احنا بنحب اكلك جدا يا سيف والله. يا اهلا بسعادتك، يا اهلا بسعادتك. ما شاء الله انت عامل يعني في رمضان حاجات قد كده حلوه. كل سنه وانتم طيبين، بس يا رب احنا نقدر بس نراضي حضراتكم، لان يهمنا قوي ان احنا نراضيكم. لا حضرتك بسم الله ما شاء الله يا سيف، ربنا يبارك لك يا رب. تحت امر سعادتك، اتفضلي يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا كنت جايبه رقاق نصابي. اه. كمية. اه. فهعمل جزء النهاردة، وينفع الجزء الثاني يشيله في الثلاجة؟ في الفريزر. في الفريزر ما يجربوش فيها اي حاجة؟ ابدا 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 ابدا، براحتك خالص. ولما اجي اطلعه برضه اطلعه ويبقى رقاق عادي زي كني لسه زي الفل زي الفل. هيعمل تعمله دو فروست يفك براحته، هيبقى عندك زي الفل، ما تقلقيش خالص منه. طب انا برضه يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال ثاني. اتفضلي يا فندم. انا كنت عملت بسبوسة امبارح بصمات. دي بصمات ولا دي سيمولينا؟ دي سيمولينا. اتفضلي. وحطيت عليها السمنة وزبادي وسكر. اه. وما طلعتش حلوة. لا أنا بقول الريسبي بتاعها بكتبه قدام حضراتكم ولازم تنقلوه، ومفيش كل واحد يعمل حاجة من دماغه، طالما أما حضرتك أنت ما عملتهاش قبل كده تسألي. وأنا دايما بكتب قدام حضراتكم بقول لكم أدي الريسبي بتاعي أهوت، وإزاي نقدر نعمل كل حاجة، إزاي نقدر كده نعمل كل حاجة مع بعضينا، والأمر شورى يعني، ما تشوري حضرتك وتاخد رأيي مش عيب. يا اما انا اكتب لك برضو المقادير بتاعتي مش عيب. اذا سمحت يا سيدي. هنجيب لك هنزل لك مقادير البسبوسه على الشاشه على عيني. حاضر. ربنا يخليك يا رب. يا اهلا بسعادتك. بصحة يا رب. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. كده يا جماعه الفخده بتاعتي اهي. كده ملح وفلفل. اهي. كده اهي. زي ما انا حطيتها قدام حضراتكم، زي ما انا حطيتها قدام حضراتكم. الدبارة يا هبه مساء الخير. الو الو مساء الخير يا هبه. ايوه مساء الخير يا هبه. الو مساء الخير يا هبه. ازيك يا شيرين؟ ازي حضرتك؟ بعود الايام، احنا بنحب اكلاتك جدا يا شيرين. يا اهلا بسعادتك. حضرتك كنا عايزين نعرف طريقة الكوبيبة بتاعت أول امبارح. الكوبيبة بتاعت أول امبارح على عيني. حاضر. بشكر حضرتك على اتصال حضرتك، شكرا ليكي. طيب نشيل بقى الحاجات ده كله بقى، نشيلها من هنا. بس أنا هاخد واحدة الخاصية دي، هنشوف هنعمل فيها إيه. كده خلي بالكوا، أدي قطعة كده ليها قشرتين، بنزعها من القشرة أهي. كده التانية اهي بالراحة كده. العظمة دي بروح اعملها كده، اكسرها عشان
استغلها مع البوكي جرنيه او مع الشوربه بتاعتي دي. بقطعها كده اهو، ركزوا معايا النهارده حلقه جميله وان شاء الله هتعجب حضراتكم. ادي المخاصي بتاعتي، نبدا بقى نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. ست ولاء مساء الخير. الو يا شيف شربيني، الحبه السمراء، يا اهلا بيك يا اهلا بيكم. انا معاك يا ولاء من السودان. يا اهلا بالحبه السمراء يا ست الكل، اتفضلي. بس انا جيت لي هنا باليوم الثاني الليله، معلش انا اسف جدا، حقك عليا. مش مشكله، كنت بحاول امبارح بس ما دخل معاي. انا تحت امرك النهارده، انا معاك يا فندم. انا عاوز اوريك العصيده السوداني، قبل كده سالت منها و... طب يلا اديني. تعالي بقى قولي لي بقى نعملها ازاي. عندنا دقيق مخمر، دقيق ذره مخمر، دقيق ذره مخمر. ايوه نخمره. نخمره بقى ازاي؟ بنلخبطه مع بعض، بنخطه ونقفله في الجردل ونقفله. اه بنرجع جوه تخمر. بيقعد قد ايه؟ يعني ساعتين كده ثلاثة بكون يتخمر. جميل جميل جميل. وبعد كده؟ بعدين بنغلي مية سخنة في النار. حلو قوي. نكون فوق الدقيق سخنة، نكب عليها الدقيق في المية في النار. نقلب بقى بسرعة. ايوه نقلب في النار لحد ما تجمد. ايوه وبعد ذاك نقلبها في قالب. ايوه وبعد ذاك خلاص ناكلها بال... طيب احنا بنغمس بيها ايه بقى؟ عندنا بالملاحه السوداني بنقول لها والتقليه. ايه هي بقى؟ هي اهم حاجه ايه هي التقليه؟ بصله محمره، بصله ناشفه، بصله ناشفه بنشفها. بنحمرها ولا بنشفها؟ اول حاجه بنشفها بعدين بنحمرها. وبعدين؟ بالزيت، بعد ذاك نكب لها الويكه. الباميه اللي هي مفرومه دي. ايوه. وبعدين؟ وبعدين كوب البصله واللحمه المفرومه مع بعض، بعدين اتلايقوا مع بعض، بعدين بتاخد طماطم معاها ولا ما تاخدش طماطم؟ بنحط طماطميه واحده. واحده طماطم. ايوه مع البصله واللحمه المفرومه اتقلبوا مع بعض والبصله. ما بتحطوش شطه؟ لا ما بنحط الشطه. غريبه ده، انتوا واكلكم كله بالشطه ده. كده كده حضرتك دي العصيده السوداني. ايوه. يا صباح الهنا يا ست الكل. طب ليك اي اتصال عندي؟ اي سؤال عندي؟ شكرا، ولو حبيتني اجي اعمل لك بحاجاتنا السودانيه اجي اعملها لك. ماشي، انا هستنى منك تليفونات كتير عشان نعمل الحاجات الحلوه بتاعتكم ان شاء الله. كل خير. سنه وانت طيبه، بشكرك على اتصال حضرتك. الف 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 شكر. بصوا يا جماعه، ادي بصلايه ناعمه اهي كده، نعمة اهي. يا ست فيفي سلام عليكم. ست فيفي، يا ست فيفي. طيب كده هنا البصلايه اهي، ادي زبده. طيب كده هنا يا جماعه انا حطيت البصلايه على النار اهي، بشيل ده بره. طيب احنا النهارده عايزين نعمل حاجات جميله وتعجب حضراتكم. حطينا هنا بصل على الزبده اهو، عندي الفرن سخن جدا. ست دينا سلام عليكم. يا ست دينا، طيب حاولي تكلمينا تاني يا دينا. شكرا لاتصال حضرتك. كده عندي كل انواع المكسرات اللي تخش على بالنا، لان طبعا كل سنه وانتم طيبين. عندنا في رمضان كل حاجه متوفره. بنزل الاول بالمخاصي بتاعتي اهي. فهتقول لي لا انا ما لقيتش مخاصي في السوق وما جبتش، ما تتلككش. هات اي كبده، هات اي كلاوي، اي حاجه انت عايزها، ما حدش ليه حاجه عندك. تعالوا بقى هنعمل شويه حاجات كده جميله مع بعض النهارده، حلقه مميزه ولازم نعمل شغل ايه جامد مع بعض. ادي شويه زعتر فريش
نشيل بقى دي كده نقلبها او نغيرها عشان توسخ اهو. ست ام صالح مساء الخير. نور ازي حضرتك؟ ازيك يا ست ام صالح؟ ام فرح. ام فرح معلش انا اسف. ازي حضرتك؟ بصراحه حضرتك طيب. وانت طيبه يا ست الكل، اتفضلي يا ام فرح. تسلم ايديك. تسلمي لي يا ست الكل، اتفضلي سؤالك. ربنا يخليك لينا ودايما تعمل لنا الحاجات الحلوه دي. تحت امر سعادتك، تحت امر سعادتك. على فكره انا اولادي صغيرين بس بيحبوك جدا جدا جدا. ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يا رب يخليهم. الله يخليك، والله دايما يجيبوا كرسي كده ويقعدوا قدام التلفزيون ابقى مش عارفه اقومهم. يقول لي يا ماما نتفرج على الشيخ الشربيني. ربنا يبارك لك فيهم يا رب، ربنا يخليهم. انا وحضرتك طيب والف مبروك. بعود الايام، بعود الايام يا ست الكل، اتفضلي. الله يخليك، ربنا يكرمك. ليك اي سؤال يا ست الكل؟ ربنا يكرمك، انا بتصل اسلم على حضرتك. ربنا يزيدك من نعيم الله يا ست الكل. طيب كده بصوا بقى هنا يا جماعه، ادي عندي شويه زعتر ناعمين خالص اهو، ده الزعتر، ده زيت زيتون. خلي بالكم شوفوا انا بعمل ايه. خلي بلسمك، ملح وفلفل، ادي الفلفل، ادي الملح، ادي شويه خل ابيض، يبقى زعتر ملح وفلفل بهارات، ادي شويه توابل جميله اهي. نشوف بقى مع بعض هنعمل ايه. هنا كده عندي ده كده اهو، نبدا ننزل قراصيا، مشمشيه عايزه تقطعيها قطعيها، عايزه تحطيها سليمه وتحطيها مش مشكله عندنا كده. سنه لوز مش كتير لان عندي لوز تاني هنا هحطه معايا في الشغل، شويه عين جمل اهم، شويه سنيبر اهو. لسه ايه تاني يا شربيني؟ لسه فصين توم، فصين توم حماده، ادي فصين توم هنا هم ثلاثه هم، وادي الباقي معايا هنحطه هنا. احمد مساء الخير. مساء الفل يا شيخ شربيني. احلى عم احمد، صباح الهنا. صباح الورد عليك يا حبيبي، ازيك؟ كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. والله انت السنه دي اديتنا رمضان طعم جديد. ده انت طعم جديد باتصالكوا بينا وبسنتنا الحلوه وبلدنا العسل واحنا كلنا زي الفل الحمد لله. اتفضل سؤال حضرتك يا عمي. ربنا انا يعني انت مش مخلينا محتاجين حاجه، احنا هنسال نقول ايه؟ احنا عايزين دابا كده نشوفك قدامنا بحاجاتك الحلوه دي، يعني انا قلت لك مايسترو يبقى بخلتك حقك. ده انت يا حبيب قلبي مشرفني بتليفونك وباتصالك الجميل. يعني انا كان في واحد قال لك انت القائد الاعلى للشفاف مش كده؟ لا لا انا غلبان. انا غلبان يا عم الحاج. ربنا يخليك يا شيخ شربيني. الله يخليك الله يخليك. تأمرني ليك سؤال يا عمي؟ لا 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 هنؤمر نقول ايه عن السيمفونيه اللي بتتعزم فيها، نقول ايه تاني يعني؟ الله يخليك، الله يجبر بخاطرك. والله يا شيخ شربيني الحقيقه الله يزيدك من نعيم الله يا حبيب قلبي، ربنا يجبر بخاطرك. كل سنه وانت طيب وربنا يكرمك كده ويخلي لك علاء. ده اخوك يا حبيبي، ربنا يخليك. هذا لا ده هو ابني بقى، ده انا راجل تجاوزت الستينيات. طيب ربنا يزيدك ويديك طول العمر كمان وكمان يا حبيبي. الله يخليك، لان هو بقول لك هذا الشبل من ذاك الاسد. الله يسترها معاك دنيا واخره يا عم الحاج. شكرا على اتصال حضرتك. كده يا جماعه اهو شفتوا الحلاوه اللي احنا عملناها دي اهي. ندى مساء الخير. يا ست ندى. الو. ازيك يا ندى؟ ازيك يا ندى؟ ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست ندى؟ عامل ايه؟ في نعمه يا ندى والله. كويس؟ في نعمة والله الحمد لله يا ندى. الله عليك يا مخرجنا يا جميل يا اللي بتبدع. ندى كنت عايزة أسأل على طريقة البيتزا. البيتزا على عيني يا حبيبتي. بشكرك على اتصالك يا ست العرايس. سيبها تنعم براحتها.
يبقى ادي البوكيه جرنيه بتاعي، كل حاجه موجوده اهي. ده للخلطه، كل الكلام ده بجيبه على جنب كده. وادي البهارات بتاعتي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في ست الفخده. عندي الخليط ده زي ما انتم شايفينه كده، اجيب الفخده كده عليا وابدا اشتغل بمزاج. ادي الخليط جوه اهو، خدت كل التوابل ملح وفلفل، كمان شويه ملح هنا، شويه فلفل، وابدا الف. بصوا حضراتكم اهو كده كده اهو، الف بالمنظر ده كده. افصل هنا خلاص. شفتوا بقى الحاجات دي؟ عايز تركزوا معايا في دي، عايزكوا تركزوا معايا في الدريسنج ده. طيب اربط ولا اخد فاصل؟ اخد فاصل وبعدين نربطها صح مع بعض. فاصل ارجع لكم تاني. اوعوا دور المحطه. رجعنا حضراتكم بعد الفصل، تعالوا نشوف مع بعض بنلفها ازاي. عندي دوباره اهو كده، بلف عليها سهل اهو. الجزارة اللي فارق، بس انت عايز تحشيها في البيت احشيها براحتك اهو. يا استاذ صلاح مساء الخير. يا مدام صباح، بعلي صوتك شويه يا عم المخرج والنبي عشان انا نايم لسه. ايوه مدام صباح من اسكندريه يا شيخ. ست صباح ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ تسلم ايدك يا شيخ. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا ست الكل، اتفضلي. كريم. الله اكرم يا ست الكل. يا شيخ والله عايزه نعمل نفس الفخده دي بس مشويه. مشويه؟ ده افترى بقى، ده انت كده بتفتري عليا. معلش عندي عزومه بكره ولازم. لا ما تتشوي، ما تتشويش. تتشوي ازاي يعني؟ لا يعني قصدي. قصدك ايه طيب؟ البلت بتاع الشوي يعني. على عيني على عيني على عيني. حاضر. وتسلم ايدك يا شيخ. تسلمي لي يا ست الكل، حاضر تحت امر سعادتك. كده هنا هنعمل عمليه حقن فيها. الله حكايه، خلي بلسمك مع زعتر. المسابقه قدام حضراتكم اهيت، توم وزعتر وشويه تحابيش. اوعوا، مش عايزه، عايزه حدوته يعني كده. هنعمل لها عمليه حقن. سما. الو. ازيك يا سما؟ الحمد لله يا شيخ. امور يا سما؟ الحمد لله. سؤال حضرتك ايه يا حبيبتي؟ كنت عايزه اعرف البيتزا. البيتزا ايه تاني؟ والستيك. وايه تاني؟ والستيك. الستيك؟ اه. حاضر يا ست الكل، كده هنا بحقن من كل الجناب. اهو. بشبعها من جوه بكل التوابل بتاعتي اهو. كده خلص الحقن اللي عندي، بغطي ده عشان ما اخدش السرنجه بتاعتي دي. وادي وش السرنجه، وادي طماطمايه كده هنا. يا ست امل سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. زي حضرتك؟ ازيك يا ست امل، عامله ايه؟ ايه الحاجات الفظيعه اللي بتعملها لنا؟ اتفضلي معانا يا ست الكل. اتعقدنا يا شيف كده. هو ده انت احسن مني في الطبخ بس بتضحكوا عليا. طيب. وانا بعرف اعمل حاجه. يا شيف حضرتك عملت الموزه بالشعريه قبل كده بس انا ما لحقتش الطريقه بتاعتها وجبتها دلوقتي وسلقتها، شكلي بوظتها. لا 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 لا. قولي بس عملت ايه واحنا نتكلم مع بعض. انا سلقتها بس انا عايز اعملها بالشعريه زي ما كنت عاملها قبل كده بس مش عارفه ازاي بتتعمل. خلاص انت سلقتيها؟ حطي الطماطم، حطيتي طماطم مع السليق؟ طيب صفي الطماطم والحاجات دي صفيها على جنب، الصلصه الشوربه دي. بعد كده الشعريه دي طبعا هنحمرها وهنسقيها، هنحمرها ونسقيها. اوكي، احمر الشعريه واسقي. اوكي، اما بقى بالنسبه للموز طلعيها اعمليها زي ما انا عملت لك، اديها شويه ميه طماطم ملح وفلفل ودخليها الفرن، هتطلع معاكي جميله وحلوه وزي الفل متحمره. الحمد لله هتنقذ يعني. لا خلاص ولا يهمك، سلقتيها سلقتيها براحتك خالص. حمر الشعريه واسقيها بالمرقه بتاعه بس اديها مكعب مرقه ودعاميه كده تبقى حلوه قوي. طب ثانية واحدة، لا معلش اتفضلي معاكي. الموزة اعمل فيها ايه بعد كده لما اطلعها من المرقة؟ خلاص طلعتيها من المرقة اديها شوية ملح وفلفل وعصري عليها طماطماية بس كده؟ وبعدين حمريها زي ما انا بحمرها كده. ايوه، ودخليها الفرن. اوكي، ولا يهمك حاجة. ربنا يخليك وتسلم ايدك. تحت امر سعادتك يا ست الكل. كده ادي البوكيه جرني بتاعي اهو. يا ست ام فتحي، حاجه ام فتحي. الو الو، السلام عليكم. فتحي ولا ام فتحي؟ ولا فتحي ولا ام فتحي. ده باين عليك انت من حدائق. انا بقى من جوه من الشرق والجوانيه. امال بقى الراجل ده بيغشني بتاع كنترول ده ولا ايه؟ عارف اصلا انا اتصلت لقيت نفسي دخلت عليك على طول مش عارف ازاي. انت مش عارف انت بتعمل ايه معانا؟ والله انت بتهجم علينا ولا ايه على الصبح؟ والله العظيم النهارده انا اتصلت لقيت التليفون دخل على حضرتك على طول كده. ده انت بقيت مسجل معانا بقى. انا بعد كده بخش من الباب اللي حضرتك بتخش منه. واوعى من الشباك الله يخليك، خليها دايما من الباب. لا من الباب. صباح الفل يا عم الحاج، ازيك يا عم هاني؟ عايز اقول لك ان اللون الاخضر اللي انت النهارده بترتديه دوت، الله اكبر، بتاع مشايخ، من الالوان اللي هي مريحه للاعصاب. ايوه، ما هو كل المشايخ اللي بيقعدوا جنب جنب الضريح هتلاقيهم كلهم لابسين زي كده الدراويش. طبعا. لا مش الدراويش، لا بقول لك الاساور والياقه انت جاي تعاكس فيا على الصبح ولا عايز ايه بالظبط؟ الساعه والنضاره والطقم الجميل دوت ما تشوفوش اللي على الشاشه. سفره. ربنا يخليك يا ابو هاني تؤمر. انا بقى طالب. ايوه حبيبي. مسؤولين ان في وقت اذاعه هذا البرنامج القنوات كلها تنضم على بعض. ليه هو خطاب؟ خطاب شرجاء والله. ماتش كوره بالحداك هناك في البيس اولاد سيف. في اولاد سيف يعني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى. الله، قول لي. انت عارف الفنان اللي هو بيرسم بالزيت؟ يا سلام عليك. الفنان الرسام الجميل. قول لي يا هاني. اتفضل يا باشا. في حاجه عايز اسالك عليها من زمان قوي. اتفضل. ليه عندكم في اولاد سيف في الحته اللي قبل المطب دي وقبل الكوبري في 3-4 بيوت لسه بالطين لغايه دلوقتي على الشارع؟ ايوه. تجاوبني على الحته دي لان كنت عامل حادثه مره زمان في الحته دي. ليه لغايه دلوقتي محتفظين بالمنظر الجميل؟ انا شخصيا لما بشوفه برتاح نفسيا وبحس ان احنا بلدنا. تمام. ليه بقى لغايه دلوقتي انتم مصرين ان انتم سايبينه زي ما هو كده؟ لا بنيتوه ولا عملتوا، برغم ان جنب منه عماير نظيفه وبيوت حلوه وكل حاجه. ايوه. بس البيتين الثلاثه دول بالطين وعلى الطريق، ليه لغايه دلوقتي سايبينهم؟ ده السؤال اللي عايز اعرفه. والله هم اصحابهم سايبينهم كده يعني للذكرى، وعلى فكره هم فرشينهم من جوه كل حاجه. لا انا بصراحه ربنا هم عاجبني. هم بانيين عماره كبيره قوي وطويله جنبهم. بقول لك انا هم عاجبني انا شخصيا. بس السؤال ده عايز اعرفه ليه؟ لان كل ما عدى اشوفهم قلبي حن ايه؟ للبلد. فكره حلوه. انا عندي فكره حلوه. يوم ما تعدي كده حود يمين، ما تغرنيش وتشتغلني على الصبح. حود يمين وقول لهم انا عايز اروح للكابتن هاني القراش. بس بص يا كابتن هاني ما تشتغلنيش وتجيب رجلي. لا انا عايزك تيجي تدوق الاكل بتاعنا هنا في اولاد سيف. لا انت هتقول لي بجد والله. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. هيبقى يوم عيد لو انت جيت عندنا. ده هيبقى يوم عيد. الله يبارك لك يا ابني. وهنجيب لك حصان ابيض كبير
الله يبارك لك. وش بلد عليه. الله يبارك لك يا حبيب قلبي، ربنا يزيدك من نعيم الله. ربنا يخليك يا شيف شيف. ليك سؤال يا ابو هاني يا جميل يا حبيبي يا بلدياتي. انت دلوقتي انت متالق دايما في ال ما تخليش اتغرف نفسي. متالق في الضاني وفي البتلو وناس الجملي. ناس الجملي ليه بقى بتاعنا ما انا هعمل لك وغلاوتك هعمل لك بيه كفته جملي. احنا عاملنا كنا عاملينها حدانه اول امبارح بس كانت مهيجه الدنيا علينا. طيب ما تعرفها بقى للناس بقى وجماهيرك. لازم اعملها. اصل بص في زمان بقول لك انا دايما قبل رمضان ما يخلص احنا هنا في مصر بنسميها كفته العيد. ايوه. فلازم نعمل كفته جملي ولازم تكون لحمه جمل. ما يعني انا ما اشتغلش الناس واقول دي جمل وهي مش جمل. لا لا لازم تكون جمل. لان انا حاجتين في حياتي بموت فيهم الكبده الجملي والكفته الجملي. طب ما يا ريت. انا بقول لك تعالى عندنا بقى عشان تدوق الحاجات دي. هاجي لك خلاص. امر والله. خلاص على عيني. وبعدين ده جمهورك امتد للسودان وسلطنه عمان حبايبك عند الحبه السمراء موجودين في كل حته. ربنا يبارك لك. مصر والسودان. مصر والسودان حته واحده. ايد واحده. ايد واحده والتكامل. التكامل واحدة. كل العرب ايد واحده الحمد لله. وبالمناسبه نبعت تحيه لابناء الشرطه المصريه اللي يعني اثبتت الوجه الجميل ليها ويحصل تلاحم ما بين الشعب والشرطه وحب الناس لبعضها دلوقتي. الشرطه والجيش والشعب وكلنا مع بعض وربنا كل احنا مش عايزين نبقى في اخواني وفي علماني وعلى مش عارف ابرالي. كلنا عايزين نبقى مصريين يا اخوانا. والله العظيم يا شيف شربين انا عايز الاخوه الاخوان كلنا دول. كلنا هيبقى رب عاوزهم ينضموا للشعب كده ويعيشوا. هينضموا باذن الله. هينضموا ناس زي الفل وما يزودوش الوقت ده شويه. دول اهلنا. احنا كلنا اهل والله. احنا بص اهلنا يا باشا. هم مفيش حاجة. ولاد خالتنا ولاد عمنا ولاد ما هم من العيله. ما انا في العيله اخواني يا جماعه وانت في عيلتك اخواني كلنا بس احنا لازم نعدي بس من انفسنا شويه. في شويه تعصبات كده زي الاهلاوي الزملكاوي. ما هو برضو في البيت بيطلع واحد اهلاوي وواحد زملكاوي. فطبعا يعني بس احنا عايزين يعني نحترف وعايزين نفكر صح عشان ربنا يكرمنا ونعدي من الهوجه اللي احنا فيها دي. والكل ربنا يرد العقل كده ويبقى كويس وزي الفل ونصحى لنفسينا شويه ونسيبنا من الدعايات الكذابه اللي الناس غاسله دماغنا بيها ونبقى حلو. احنا شعب واحد بس يا اخوان. مفيش حاجه اسمها اخواني ولا علماني ولا ابرالي ولا لا احنا كلنا شعب مصر واحد. مسلمين ومسيحيين واحد. احنا كلنا مصريين. مسيحي مسلم ابرالي سلفي اخواني كلنا اخوه. كلنا شعب مصر. كلنا مصريين. وربنا يا رب يعديها على خير وهتبقى زي الفل وشده وهتزول. ما تقلقش هنبقى احسن ناس في العالم. صدقني والله هنبقى احسن ناس في العالم. كده نخش بيها على الفرن بقى عشان كده انا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الصينيه بتاعتي اهي. ما تخافوش هتكش دلوقتي وتبقى زي الفل. هنقلبها مره واثنين وثلاثه مفيش مشاكل خالص عندي. طيب كده بقى مش هقدر اعمل الشعريه بتاعتها دلوقتي غير لما تستوي عشان اخد البكي جرنيه بتاعي واخدمه معاها واشغله معاها. طيب كده هنشتغل بقى ايه زي ما اتفقنا مع حضراتكم ان انا جالي اكتر من اتصال كتير في رمضان على المكرونه بالبشاميل. هنشوف نعملها ازاي مع بعض وندخلها الفرن مع بعض. طيب المكرونه البشاميل اللي هنقول عليها دلوقتي. طيب ست منى سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست منى؟ عامل ايه حضرتك؟ في نعم والله يا ست منى. ازيك انت عامله ايه؟ انا حضرتك طيب. وانت طيبه يا ست الكل. الله يخليك. انا عايزه الحشو بتاع الكنافه يا شيخ لو سمحت. اللي انا عملتها امبارح ولا غيرها؟ اللي هي حضرتك عملتها امبارح. كان في حاجه اتحطت مع المانجا. لا هي امبارح الحشو كنا عاملينها بالمانجا. هي مش الحشو اللي هي الكريمه كده شيء اسمها الباستر كريم. شو بيست كريم؟ شو بيست كريم؟ على عيني على عيني حضرتك. حاضر ربنا يخليك. دعواتك يا شيف. تحت امرك يا فندم. ربنا يخليكي سعادتك. كده المكرونه بشاميل. طيب احنا طبعا زي ما انتم عارفين حضراتكم البشاميل اللي بنعملها مع بعض. لكن المهم هنعمل كل حاجه عشان بس نبقى عارفين احنا رايحين فين وجايين منين. لان قوي ستات بيوت كتير قوي بزعل قوي يا عيني لما تقول انا ما بعرفش اعمل مكرونه بالبشاميل. بالرغم ان هي اسهل ما يمكن. وانا وزمايلي في سي بي سي سفره
يوميا يمكن لكاد يكون بنعمل في اليوم 20 نوع مكرونات بالبشاميل، بس مش بتركزوا معانا ليه مش عارف. طيب كده هنا هنشوف مقاديرها على الهوا ونشتغل مع بعض بيها. انا هحبش شويه حاجات تاني كده عشان يبقى الشربيني ليه مزاج خاص في شغله. طيب المقادير على الشاشه قدام حضراتكم اهيت، واراجع معاكم. عندي المكرونه بالبشاميل، مكرونه وبصل ولحم مفرومه وتوم وفلفل، وعندي طماطم صوص، صوص طماطم يعني، صوص بشاميل، ملح وفلفل، بهارات، جوز الطيب وجبن وزبده او زيت. يبقى زبده او زيت وجبنه، جوز الطيب، بهارات، ملح وفلفل، بشاميل، عندي صوص طماطم، عندي فلفل حار، توم، لحم مفرومه، بصل، ومكرونه قلم، مكرونه قلم. طيب كده اهم حاجه عندي في المكرونه تكون جوسي. جوسي ازاي؟ ده اللي هنقوله. يبقى عندي المكرونه بنزل بيها كده تتسلق، عندي ميه بتغلي، شويه زيت عشان ما تمسكش منك، شويه ملح، وادي المكرونه القلم. هي مش لازم تكون مكرونه قلم بس، لكن اعملها باي مكرونه انت عايزاها. نعمل بقى ايه؟ اللحمه المعصقه. يا هند مساء الخير. ست هند. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه شيف شربيني. ازيك يا ست؟ وقت التلفزيون عشان اسمعك يا ست هند. ست هند يا ريت توطي التلفزيون عشان اسمعك. لا انا ما قلتش اقفل التليفون، ابو وطي التلفزيون. طيب كده هنا عندي ماده دهنيه زيت اهو، ممكن احط زبده مش هتفرق عندي. طيب كده هنا ادي البصله، يبقى انا بسلق المكرونه اهي معايا على النار. ام رقيه مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ام رقيه. ازي حضرتك؟ في نعم والله يا ام رقيه. كل سنه حضرتك طيب. بعود الايام يا ست الكل. الله يخليك يا رب. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ انا كان عندي مخ ولحمه راس ولسان، وكنت عايزه طريقه كويسه كده وسهله اعملها. حاضر على عيني. حاضر. اللسان ولحمه الراس هتتسلق، اما المخ هسلقه سلقه مع زي ما عملته امبارح. امبارح ولا اول امبارح عملنا المخ؟ اما اول امبارح عملناه بالبقسماط. هقول لك عملناه ازاي. انا سلقته طبعا، اديت بكوي جرنيه معاه بصل وجزر وكرفس وورق لورو، حبهان، شويه خل. بعد كده سلقته، بعد ما سلقته قطعته طرنشات، تبلته، توم وخل، ملح وفلفل، ليمون، بعد كده حطيته في الدقيق، ومن الدقيق للبيض واللبن، ومن البيض واللبن للبقسماط، وبعد كده قليته. يا ريت تخليه يحمل شويه في الفريزر عشان ما يفكش منك، هيطلع معاكي المخ جميل. لكن نرجع بقى للحمه الراس واللسان. لازم اللسان اسلقه، بعد ما اسلقه ببقى عليه كفر كده شكله زي الصنفرة خشن، بحاول بعد ما اسلقه بقشره، بدي كرفس معاه وورق لورو وحبهان وطماطم وجزر، ياخد طعم جميل. بعد ما اطلعه بقشره، ممكن اعمله بانيه، ممكن احشيه واعمله كولدن بلو، ممكن اعمله بالمستردة. لكن لو انا هو عندي مع لحمة الراس هسلقه مقطعهم طرنشات، وعندي انا طبعا بسلق لحمة الراس معاه، بعد كده عندي صينية على النار حط فيها فصين توم، شويه زيت زيتون، قرن فلفل حراق، وبصلايه ناعمه، واروح نازل ومقلب، وادي له كمون وملح وفلفل وشويه جرجير قدام من حطه على الطبق كده، اعيش حياتي زي ما انا عايزها. والمسابقه قدام حضراتكم اهي، يا ريتكم تصوروها بالموبايل عشان سعيد الحظ، ربنا يكرمه ويسعد معانا ويكسب معانا. كده عندي البصلايه مش عايزه تصفر، اخليها تصفر بالمكعب المرق ده. يا ست امل مساء الخير. مساء الخير. مساء الهنا يا ست امل. الله
ازيك يا سيف؟ في نعمه والله يا ست امل. ازاي حضرتك يا سيف؟ احنا انت خلصت يا سيف كل الكلام، هنقول لك ايه تاني؟ ده انا تحت امركم. الله يخليك. انتوا خلصتوا كل الكلام بس انا لسه ما خلصتش الشغل بتاعي. اكيد لسه ياما في الجراب يا حيوة. ده احنا مع بعض اللي جاي احلى ان شاء الله يا سيدي. تحت وانتوا معانا طبعا اكيد. معلش هو في سؤال مكرر، انا اسفه بس يعني انا خدامك انا خدامك انا خدامك. اتفاجئت بالانارب. ليه؟ بالانارب مالها؟ يعني مش عارفه اعمل فيها ايه بقى، مش عارفه، حضرتك تقول لي بقى. انت ما شفتيش لما عملتها بالفاصوليا؟ لا والله. على عيني على عيني. يعني انا ممكن ايه ملوخيه بقى العادي عشان احنا لا 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 ده ليه حاجات كتيره قوي. انا هعملها لكم بعد كده، يعني انا عملتها بالملوخيه وعملتها بالفاصوليا البيضة وهعملها لكم بالمستردة. لا هعمل لكم فيها شغل كتير جدا. الانانب من نوع الحاجات الحلوه، حقها مهضوم ما بناخدهاش غير عن طريق الطبيب، لكن هنعملها لكم ان شاء الله بطريقه جميله وبشكل افضل واحسن. وهاتي ورقه ومعايا دلوقتي وقلم واكتب عشان نعملها بالفاصوليا البيضة، وهنجاوب على البيتزا. حاضر انا مش ناسي كده. بصفر البصلايه اهي كده شغاله على النار، وعندي هنا وابص على الفخده دي. مشوارها طويل معانا، ما فيش مشكله، خليها تشتغل تعيش حياتها زي ما هي عايزه، ما عنديش مشاكل بالنسبه لها كده. انا شلت همها. طيب نرجع هنا نشوف هنعمل ايه في الطماطم دي كده. طيب نرجع لحضرتك تاني. الاول نجاوب على البيتزا لست العرايس اللي طلبتها مني. عندي كيلو دقيق، نص كيلو ميه، معلقتين خميره بودره. كيلو دقيق، نص كيلو ميه، معلقتين خميره بودره، زهره ملح، زهره سكر، ثلاث معالق زيت زيتون. بعجن كل الكلام دوت. بعد كده بطلعها من العجانه، بحطها بقطعها كام ست قطع زي ما انا عايز او ثمان قطع. وبعد كده بطلعها في الثلاجه تريح. بعد ما تريح بفردها. عندي جبنه موزاريلا، عندي زيتون، عندي طماطم نابوليتان، عندي شويه زعتر، معلقه زيت زيتون. كل الكلام ده عندي. هبدا اشتغل احط التوبنج بتاعي زي ما انا عايز. عايز احط جمبري، احط مستردة، اشوي باسترما، مشروم، كل اللي انت عايزه تحطيه حطيه. بس ما بعد ما تحطي الطماطم اللي هي طماطم الكونكاسيه، بعد ما تحطيها حطي التوبنج بتاعك اللي انت عايزاه. في الاخر بتحط الجبنه الموتزاريلا، بتعيش حياتك زي ما انت عايزها وتدخلها الفرن، هتطلع معاكي بيتزا زي ما انت عايزه. شكرا لاتصال حضرتكم. مين ابو تاليا؟ يا مساء الورد يا سيف. مساء الهنا ابو تاليا، اخبارك ايه؟ ازيك يا عم الحاج؟ كل سنه وانت طيب. انت من تلا؟ نعم. انت من تلا؟ لا مش دي، لا دي. امرني يا ابو تاليا. ازيك يا سيف؟ بس قول لي، يعني انا عايز اعرف اسم تاليا ده يعني. تاليا يعني معناه ندى الجنه. اللهم صل على حضره النبي. الله يخليك يا رب. صلاة النبي. انا كلمتك من فتره قريبه جدا وقلت لك انا اللي بنتي ما بتسكتش لما بتتفرج عليك. ربنا يعني عندها كام سنه؟ عندها خمس شهور بالظبط. اللهم هتجنني، مش قادر افهم ازاي قادر انت معاك وعايزه تعمل نفس الاكل اللي انت بتعمله، مبسوطه قوي ومتكيفه وحاطه رجلي على رجلي جنبي. ربنا يخليها لك يا رب وتفرح فيها وتفرح بيها وتفرح بفرحها كمان يا حبيبي. ربنا يخليها لك يا ابو تالي. احنا عيناك وزير الامن الغذائي في مصر. الله. انت خلاص عملت لنا ثوره في الاكل، ما عايز ان الشعب كله بقى بيطبخ خلاص. الله يخليك. الله يخليك. صباح الفل يا عم الحاج. كانت مراتي برضو كلمتك كده قريب وقالت لك على حاجه كده مش قادر اقولها ومش عارف اقولها اصلا. اسمه بيف استرانجاروف حاجه. لا بيف استرانجاروف هجاوبك عليه دلوقتي على طول، لان انا فعلا انا ما جاوبتهاش فعلا نهاري. انا اسف مش عايز يعمل لي الحاجه اللي انا. لا 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 بيف استرانجاروف على الطريقه الروسيه. هنجيب شرايح بيف، شرايح لحمه بيف. بطلعها اعملها فينجر صوابع كده. عندي خيار مخلل بقطعه صوابع، عندي مشروم بقطعه، عندي بصلايه بقطعها صوابع. يبقى عندي بيف اللي هو لحمة البقري شرايح، بس قولي للجزار من الفيليه عشان تستوي معاك بسرعة. وعندي البصلية اللي على النار قبل ما تصفر البصلية بنزل بالبيف بتاعي اللي هو الايه اللحمة الشرايح وبقلب بسرعة. بعد كده بروح مديله معلقة دقيق، معلقة بابريكا اللي هو الفلفل الارناؤوطي، معلقة دقيق ومعلقة بابريكا وبقلب بسرعة. بعد كده لو عندي دمجلاس اديله كوبايه دمجلاس، ما عنديش اديله معلقه طماطم بوريه. يبقى انا اديته تعفير الدقيق وتعفير البابريكا عشان يبقى ليه شخصيه. بعد كده بديله شويه
زعتر لو عايز بديله شويه ميه عشان يكمل سواه. وهو دخل على السوا بعمل طماطم فيليه، بقطع المشروم بحطه معاه، بحط معاه الخيار المخلل، ملح وفلفل، لو عايز تديله فلفل رومي احمر او اصفر اديله. ده هيبقى بيف استراجانوف على الطريقة الروسية. بشكرك بشكرك جدا 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 يا ابو تالي. الو كده استاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اللحمة بتتعصج على النار والمكرونة بدأت تتسلق اهي، انا عايز اطلعها محملة شوية. يبقى اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان هنعمل صوص البشاميل وارجع نحطها في الفرن. فاصل وارجع لكم تاني. هو ده المحطة واطرح فيها. سلقنا حضراتكم اللحمة المكرونة وعصجنا اللحمة، وادي صوص البشاميل اللي معايا اهو، ادي الزبدة، ادي الدقيق مع مكعب مرق، وادي اللبن بتاعي. بنزل بسرعة اهو، ما بستناش، لو استنيت هيخرز مني. خلي بالكم هيعوز لبن تاني، عايز ازودها بشوية شوربة زوديها، لكن انا كده حطيته اهوت احتمال، وده نسبة 90% هياخد لبن تاني. ادي بقية اللبن معايا لان انا عايز ايه الصوص بتاعي يبقى جميل كده. ادي اللبن موجود اهو، وعندي لسه كريمه لباني. والنهارده بنعمل حاجات جميله بفكر جديد وبشكل جديد. اللحمه بتاعتي اتعصجت اهي، والمسابقه قدام حضراتكم اهي يا فندم، المسابقه قدام حضراتكم. ادي المكرونه بتاعتي اللي سلقت، ما ببردش عليها ميه. المكرونه قدام حضراتكم اهي، ما ببردش عليها، الون هنا. المسابقة قدامكم يا ريت تصوروها. ادي اللحمة المعصلجة، قصدي المعصجة اهي كده، فيها كل التوابل الجميلة اهي اهي. اقلبهم كده مع بعض اهو. ست معلقة، مساء الخير. السلام عليكم. ست معلقة ازيك؟ الف مبروك على القناة. الله يبارك في سعادتك يا ست الكل. لو سمحت انا عايزه بس اعرف ان البسبوسه دايما بتطلع مني سايبه. ليه يا فندم؟ ليه؟ البسبوسه مالها؟ بتطلع سايبه يعني ما بتطلعش خرط كده. حاضر هجيب لك مقاديرها على الشاشه وتصوريها وتعمليها. بشكر حضرتك بشكر حضرتك. هنا عندي جبنه، بصوا دي جبنه موتزاريلا، ده الجديد بقى النهارده مع الشربيني. جبنه رومي، جبنه بارميزان، ده الجديد النهارده اللي احنا بنعمله زي ما حضراتكم كده شايفين. ثلاث انواع جبن، طبعا مش شرط، لا انا بتحركن كده بس وبتمنظر عليكم يعني كاني بعرف اطبخ. ست مريم مساء الخير. مساء الخير حضرتك. ازاي حضرتك يا ست مريم؟ كنت عايز اعرف حضرتك العرق التربيانكو بيتعمل ازاي؟ شفت حضرتك الفخده اللي عملتها دلوقتي دي؟ اه زيها بالظبط، زي الفخده اللي انا عملتها دلوقتي قدام حضرتك، هي دي هي دي نفس الطريقة. العرق بيجي ملفوف او مش ملفوف، هو من عند ربنا جاي ملفوف بكفر بلاستيك نازل من البهيمة من الدبيحة، لكن عايزة تربطيه اربطيه. بعد كده حضرتك بتحمريه الاول زي ما انا عملت الفخدة. بعد ما بتحمريه، بعد ما بتحمريه بتديله بوكيه جرنيه بصل وجزر وكرفس ورق لورا وحبهان وطماطم وقرفة خشب، وتدخليه الفرن زي ما انت شايفاه كده. هيطلع معاكي العرق التربيانكو، العرق التربيانكو. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل. كده هنا قلب بيت الصلصه بتاعتي بدات تطلع معايا، خلي بالكوا اهي. ابدا افضي هنا، انا زفرت دي. ادي المكرونه بتاعتي اهي، شفتوا الجبن اللي حطيناها اهي. الشغل فعلا على ابوه اهو. مش عايزه تحط جبن، انت حره انت حره، محدش ليه حاجه حداكي. ادي شويه كريمه لباني اهو، شفتوا كده حضراتكم. اخليها تربط شويه عشان لما اجي اصبها ما تسقطش تحت كلها وتبقى باينه المكرونه بعد ما تستوي. خلي بالكم لو انتوا عملتوا البشاميل اللي انتوا عملتوها لو طلعت خفيفه
بتسقط جوه، لما تيجي تطلع على المكرونه بتلاقي فيها حبوبيات باينه. انا بحبها كده، خلي بالكم، ما بحبش طالعه عامله زي القرص كده ويبقى في طبقه البشاميل باينه كده ومن جوه ناشفه. لا انا عايزها كده سايله شويه، بتبقى شكلها جميل. بس بقول لكم عشان ما تقولوش ده مش بعرفش اطبخ والعمليه فلت منه كده، اسحب بره وابدا احط صوص البشاميل الخفيف زي ما بعمله للنجرسكو اهو، وزي ما بعمله للازانيا. كل ما يكون خفيف يا ست اشجان يكون احسن. ازاي حضرتك ست اشجان؟ ازيك؟ والله انا اول مره اعمل مداخله، مش عايزه اقول لك بحب حضرتك في الله ازاي زي والدي. رب بنتي يعني بنتي، انت حره، ده انا ابوكي. الله والله والله يا بعزك في الله والله يا حبيبي. الله الله يا الله حضرتك طيب بعود الايام يا بنتي، ربنا يسلمك. والله حبيت الطبخ منك والله. الله يسترها معاك دنيا واخره يا رب. اتفضلي سؤال حضرتك. ربنا يحفظك لينا يا رب. تحت امر سعادتك. عايزه بس خليك معايا خطوه خطوه. واحده واحده. الكنافه اللي هي الالي بالمانجا. انت مش كنت امبارح معانا على التلفزيون؟ والله كنت مشغوله، كنت في عزومه والله. اخس كده 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 تسيب ابوك تروح تتفرج على العزومه؟ والله العظيم بسيب الاكل والله. تسيب ابوك وتروح تتفرج على الاكل؟ طيب خلي الاكل ينفعك والله يا ربنا. على عيني على على عينها والله. اول مره اعمل مداخله في حياتي بجد. يا اهلا بسعادتك، يا اهلا بسعادتك يا فندم. الله يحفظك ربنا. هجاوبك عليها على عيني. حاضر على عيني حاضر. شكرا لاتصال حضرتك يا ست، يا ست الكل. اهو يا جماعه دي المكرونه بالبشاميل اللي احنا دايما كل يوم بنتكلم عنها، كل يوم بنتكلم عنها. الفخده شغاله على النار. يا عم معتز مساء الخير حبيبي. صباح الفل حبيبي. صباح الهنا يا عم معتز. ازيك يا عم شربين؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب يا ابويا. كل عام وانتم بخير يا حبيبي. وانت معانا يا حبيب قلبي، تأمرني سعادتك. مصر يا رب دايما بخير وجميل. مصر بلد حلوه. شفت الفرحه اللي كان في التحرير امبارح؟ يا سلام. شفت المنظر الجميل؟ شفت ايه ده؟ في ايه؟ هو قلت له ده مش مسلم يا اخوانا. امال ايه يا حبيبي؟ لا اله الا الله. امال في ايه طيب بس يعني؟ حبيبي ده مصر ديت. ايه يا جماعه في ايه؟ احنا بس عايزين نشبط في حبال دايبه ليه؟ امال حبيبي مصر دي حبيبي. لا اله مدح النبي عليه الصلاه والسلام والرسول الله. اللهم صل على النبي. لكن في ناس ثانيه بتقول لك لا ده حرام. حبيبي حبيبي والله. شوف شوف شربيني سلمها لله. انا دايما بنحس بحضرتك في البساطه. الله يبارك لك يا ابني. وان كل بيت يقدر يعمل اللي انت بتعمله. ده انا راجل بلدي وراجل على قد حالي وفلاح حبيبي والله. فدي حاجات، دي مش حاجات جديده علينا، ده اكلنا وشربنا اللي في بيتنا يا عم الحاج. جميل حبيبي والله. تأمرني يا عمي. والله انا عندي اولادي الاكله بتاعتهم ضعيفه شويه، يعني انا عايز كده على الدراسه وجبه فطار تكون دسمه جميله كده لهم، تخليهم طول النهار مش محتاجين الشيبسي والكلام ده كله. ده الصبح يعني؟ فطار كده من فطار. فطار في الصبح يعني في الايام العاديه. في الايام العاديه وجبه افطار كده تخليهم. خدام سعادتك، خدام سعادتك. بشكرك يا سعاده الباشا. حاضر. طيب هنعمل البروكلي الاول وبعدين نخش على السمبوسه، احنا عندنا وقت والحمد لله. طيب الاعداد يقول لي اي سؤال انا طنشت او ما سمعتش يقول لي عشان يلاغيني كده احس ان في حد معايا. طبعا ما حدش هنا. كنافه والمانجا هنتكلم عليها دلوقتي. حاضر يا جميل. طلعتوا الاثنين في وقت واحد. لازم افهم. البروكلي والنبي لوريك ده اللي في بالي. شوربة البروكلي، عندي بروكلي وبصل وتوم ومكعب مرق ودقيق وكريمة لباني وملح وفلفل وزبدة، زبدة وملح وفلفل وكريمة لباني ودقيق ومكعب مرق. عندي توم بصل وبروكلي. طيب انا لو انا عندي لحوم ممكن ازود معاها صدور فراخ، بس النهارده كان في الشهر بقى العمليه انها ما عندنا، ما عندناش لحمه ولا ايه مش عارف. هو جمال انت ست تجيب لحمه النهارده؟ جمال بص لي ماشي. ادي البصل بتاعي، مش هنجيب سيره حد في حاجه. يا كاوا ازيك يا شيف شربيني؟ مساء الهنا يا ست كاوا. يعني ما قادر اوصف يعني الشغل اللي انت بتعمله. بصي مصر وعاوز اقول لك انه انت اعدت ثقتي في نفسي في المطبخ، يعني انت اعدت الثقه في نفسي عشان انا اطبخ للناس واعزم ناس واخلي اي انسان مبسوط. وحياه النبي انت عندك فضلك انت.
وحياه النبي انت بتطبخي احسن مني، بس انت بتجامليني. ويعني وانا اتعلمت منك الروح التواضع، وتعلمت منك حاجات غير الطبيعة. يا حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك يا رب، وفي عيالك وفي زوجك وفي اسرتك. انت ست محترمه، بس بتحبي تكبريني كده شويه قدام الناس. شكرا جزيلا وربنا يخليك. طب ليك اي سؤال يا ست كوا؟ لا لا، انا مستمتعه بالحاصل كله، مستمتعه بالحلقه. الله يبارك في سعادتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الكل. ومصر والسودان طبعا مش من دلوقتي، شوفوا التاريخ، يرجعوا للتاريخ، التاريخ ارجعوا للتاريخ، هتلينا احنا بلد واحده، احنا بلد واحده الحمد لله رب العالمين. ادي البروكلي على الشاشه، وادي الضيق بتاع البروكلي اهو، وادي زهر البروكلي. خلي بالك زهر البروكلي قبل ما تحطيه لازم تعوم عليه ميه، لازم تعوم عليه ميه تحسبا لاي حاجه كده ولا كده. طيب كده هنا هناخد عندي شوربه، اديها شوربه اطلعها من على النار عشان ما تتورس مني. عندي شويه شوربه، اديها شوربه اهو. اشرف، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته ابو اشرف. ازيك يا شيخ؟ فكرتني باشرف زماننا بتاع الانتاج، مش عارف بنته سموها ولا مش خيدي بقى شبهي. ها؟ لو تخيدي بقى شبهي. مين يا فندم؟ بقول لك لو تخيدي شويه بقى شبهي. من شبهك؟ لو ترخيني بقى شبهي يعني. والله طيب يا لا هو ما شاء الله عليه جسمه يعني كده مش زي حالاتنا يعني كده، لا ما شاء الله ربنا. لا لا، اصل احنا لسه اكيله، فتعرف الاكيله لازم مظبوط تيجي. توكل على الله، هات من الاخر. تسلم ايدك يا شيخ، صراحه يعني اكل عالمي يعني. الله يخليك يا ابني، تسرى معاك دنيا. الفخده اللي انت بتعذبها في الفرن دي هتخرج امتى؟ انت قاعد مستنيها ولا حكايتك؟ انت جاي على طمع ولا ايه بالظبط يعني؟ ها؟ جاي على طمع ولا ايه؟ انا قاعد مستني، انا بقول لك. طيب يا جميل، ابص عليها كده عشان اقلبها لك. نقلبها طبعا على الوش الثاني. اهي. اللهم صل على جمال النبي. اهي. هنقلبها على الوش الثاني يا جماعه، اهي. مش مشكله. اهو. عامله زي الخروف الصغير. نطلعها بره كده. اهي. خش تاني. ننا ننا. اهي. يعني احنا قدامنا ساعة هتطلع بإذن الله. اوعوا تغطوا البروكلي. ليه؟ اسود منك. وانا عايزه اخضر زي البرسيم. يلا بالمرة كده اقوم اقوم زي السيمة. نعمل سمبوسة الفراخ. عملنا بالجبنة. عملنا باللحمة. هنعمل بالفراخ، هنعمل بالبطاطس عملناها، هنعمل بالسبانخ، كل اللي انتوا عايزينه هنعمله. يبقى عندي عجينة سمبوسة، عندي فراخ مفرومة، فلفل ألوان، كرات وكرفس وأعشاب، بصل، ملح وفلفل وزيت. قدام حضراتكم زي ما انتوا شايفينها كده اهو. يبقى أنا عندي زيت، ملح وفلفل وبصل وأعشاب وكرات وكرفس، فلفل ألوان، عجينة سمبوسة وفراخ مفرومة. طيب كده ادي البصلية اهي، احط تاسع على النار الاول عشان نشتغل مع بعض. هند مساء الخير. مساء النور. ازيك يا ست هند؟ عامل ايه؟ في نعمة يا ست هند. رمضان كريم. الله اكرم يا ست الكل. بالله عليك يا شيف، بس انا كنت عايزه اللي هي الحمام بالفريك بالراحه. على عيني. حاضر، شكرا. هنجاوب لست الكل على الكنافه اللي احنا عملناها امبارح بالمانجا. انا عملت نوعين كنافه. انا عايز ابسط لك الامور عشان ما تتعبيش نفسك، لان انا عارف لو قلت لك على الثانيه هتتعبي. انا هجيب نص كيلو كنافه، وهجيب ربع كيلو مانجا، عندي عصير السيرب بتاعي معروف السيرب اللي احنا بنقول عليه، كوباية مية، كوبايتين سكر، نص ليمونة، وبحطهم على النار، هيبقى عندي السيرب للشربات. طيب بعد كده حضرتك هنعمل ايه؟ هجيب 100 جرام سكر بودرة، 100 جرام
زبدة سايحة أو سمنة ونبدأ نفرك الكنافة مع بعضيها. نفركها مع بعضيها، بعد ما افركها مع بعضيها بجيب الصينية اللي هعمل فيها الكنافة بزفرها بمادة دهنية. بعد ما زفرها بمادة دهنية بحط نص الكنافة اللي عندي وبدوس عليها قوي بايدي عشان تتطبع، ببصمها بايدي قوي. بعد كده بروح راصص فيها المانجا بتاعتي او المكسرات حسب الرغبة، عايزة تحطي مكسرات حطي، عايزة تحطي مانجا حطي، زي ما انت عايزة. بعد ما بحطها برص المانجا بتاعتي، بعد ما برص المانجا بحط بنص الكنافة التانية اللي عندي اللي انا فركتها بالزبدة والسكر البودرة. بعد كده بصمها بايدي قوي وبخلي فيش حاجة باينة من المانجا، وبديها شوية زبدة من فوق الوش وبدخلها الفرن، هتطلع معايا كنافة والمانجا. الو مساء الخير. الو، انا اسف يا ست اني اتأخرت على حضرتك. لا مفيش مشكلة، تحت امرك. ام ريمان، انا اسف يا ست الكل. رينال. ريمان. رينال بالدال. اهلا بيك، اتفضلي يا فندم. اهلا بيك، لو سمحت كنت عايز اعرف بس الموزة الضاني اعملها ازاي في الفرن. بص احنا عاملين هنا فخدة ضاني، هبصي تمام خليكي معايا شايفاها. اه اهي هي، مش هكتفها، هجيب الموزة زي الموزة عندي ديت، بحطها بملح وفلفل وبحمرها في الطاسة، وفي نفس الطاسة اللي بحمر فيها بحط معاها بصل وجزر وكرفس وورق لورو وحبهان وطماطم، وازود عليها شوية مية خليها تغلى على النار غلوتين، وبعدين ادخلها في الفرن عندي، هتطلع معاكي موزة. لما تعرفي استوت ازاي بترفعي تبص على المكرونة شغالة زي الفل اهي. حضرتك تعرفي ازاي الموزة استوت؟ لما تلاقي اللحمة كلها جمعت في حتة واحدة كده هتعرفي ان هي استوت معاكي، هتبقى موزة روست، موزة روست. تمام. ليكي سؤال تاني؟ لا كنت واحد. طيب بشكرك على اتصال حضرتك الجميل يا ست العرايس. كده هنا ادي فلفل الالوان اهو، عندي بصل وكرفس وكرات فلفل الوان وفراخ، ادي شوية توابل وما حرمهاش من مكعب مرق عشان يطعمها، كل دوت قدام حضراتكم اهو. ابص على المكرونة بتاعتي شغالة، بس الفها الناحية التانية عشان النار بتاعتها ما تركزش في منطقة واحدة. انزل بالفراخ بتاعتي الاول اهي كده، ابدأ اعملها كده عشان ما تكلكعش. ادي هنا شويه لبن يزودوا لي الشوربه وطعمها لي. يا عم عبد الله مساء الخير. بحبك قوي يا شيخ عبد الله. قوي يا شيخ، صباح الهنا يا جميل. صباح الفل، تأمرني يا حبيب قلبي يا عم عبد الله. انا بحبك قوي يا شيخ، بحب اتفرج عليك. يا اهلا بيك يا حبيب قلبي. انا عايز فريت الكبسه باللحم. الايه؟ كبسه باللحم. كبسه باللحم على عيني يا عبد الله. لو سمحت يا شيخ دلوقتي لو سمحت. ولا مكتب معايا، ما تزقش يا عمي. ماشي، انا اقدر اقول لك لا. شكرا يا شيخ، على عيني يا حبيب قلبي. ده من ذوق ربنا يخليك يا ابني. ادي ملح وفلفل اهو، وهنقول لعم عبد الله دلوقتي الكبسه باللحمه. عندي نص كيلو لحمه بعضمها، نص كيلو رز بسمتي، اربع وحدات ليمون ناشف ده عند العطار، اربع وحده قرنفل، اربع حبهان، قرفه ناعمه، قرفه خشب، طماطمايه، ملح وفلفل، ماده دهنيه، وبصل. يبقى حطيت البصلة على النار مكعبات مع زبدة، اول ما تصفر البصلاية بنزل باللحمة بتاعتي بالعظم، بقلب بديها بقى الليمون الناشف، القرنفل، القرفة، القرفة الخشب، الحبهان، وابشر عليها طماطمية واحدة وانزل عليهم بمية اللي هو قد الرز، اخليها تستوي تلات اربع سوا تستوي كلها، وبعدين بروح نازل عليهم بالرز بتاعي، انزل عليهم بالرز بتاعي. بعد كده ياخد غلوتين، بعد ما اخد غلوتين اروح مهدي النار عليهم عشان تطلع مفلفله وتكيد العوازل.
المسابقة قدام حضراتكم، يا ريت تصوروها بالموبايل، وارقام التليفونات عندكم، في ارقام موبايل وفي ارقام ارضية، تليفون ارضي. وطبعا يا جماعة السؤال لما بيجي بيجي على شركة، ما بتجيش علينا هنا على القناة، والشركة بتبلغنا على السؤال عشان بس ما حدش يزعل مننا ويقول انا بطلب بقالي مدة ما بتردش علينا ومش معبرنا وحاجات زي كده، عشان بس نبقى عايشين مع بعض واحدة بواحدة كده. عندي هنا كل ادي هنا سن ده جوز الطيب اهي كده، مش عامل حاجة تاني فيها، هطلع بيها برا اهي، اجيب شوية دقيق هنا كده. استاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني، اوعى تغير المحطة ولا تروحوا في اي حتة كده. حضراتكم طلعنا البايركس من الفرن، يا ريت نشوفه مع بعض. ده البايركس اللي احنا بنتكلم عليه من زمان، وعايزين نعمل مكرونة فرن، عشان كده اللي هيطلب مني تاني مكرونة فرن هقوله هجاوبه، انا موريش حاجة غير انتو. طبعا مفكرين ان انا هغلس عليكم وكده كده، يعني ما ينفعش كده. السموسه بتاعتي اهي بالفراخ، ممكن اعملها بالجمبري، اعملها باللحمه، اعملها باي حاجه انا عايزها. الشوربه بتاعتي خلاص خلصت، هرجع دلوقتي بعد ما اخلص السموسه دي اطلع البوكيه جرني بتاعي اللي هو تحت الفخده، واسيب الفخده تكمل سواها عشان اعمل الشعريه بتاعتي، لان لسه عندي كتير شغل، كتير كتير كتير. طيب كده هنا اهو اهو، يلا دي السمبوسه كده. المسابقه قدام حضراتكم اهيت، يا ريت نصورها، يا ريت نصورها، والموبايل عند حضراتكم اللي هتكلموا عليه ارضي وموبايل اهو. كده سهل قوي حضراتكم، طبعا احنا طبعا بقالنا شهر بنشتغل فيها دلوقتي، يبقى كلكم عرفتوها طبعا وهتعملوها احسن مني اهي كده. يا فادي. الو مستر فادي، ازيك يا شيف؟ ازيك يا جميل، بس حضرتك طيب؟ بعود الايام يا حبيبي، بعود الايام كده، ويا رب الام الاسلاميه كلها. انا مسيحي على فكره، بس انا بحب شهر رمضان. انت مصري، انت مصري، انت مصري، مصري ومسيحي واحد مسلم، كلنا مصريين. انا بس عايز ادي رساله ان الجيش كلنا وراه، وكلنا يعني فدا الوطن ده كلها، اذا كان مسلم او مسيحي، كلنا بنفطر مع بعض. اتخن واحد فينا رقبته فدا مصر. ربنا يخليك يا شيف. اتخن واحد فينا رقبته فدا مصر طبعا، واولهم انا طبعا. انا شايف حضرتك كلك كرم وكلك واجب، وانت مصري برضه. مصر ام الدنيا، مصر ام الدنيا، وهتفضل ام الدنيا، وان شاء الله ان شاء الله غمه وهتعدي وهتزول باذن الله، ونبقى كلنا برضه يد واحده، مسلم ومسيحي. ما فيش مسلم ومسيحي، احنا مصريين والله يا ابني. بالظبط، هي مصريين، وباذن الله مصر هتبقى احلى بلد الدنيا كلها. وانت معانا يا حبيب قلبي، سؤالك يا حبيب قلبي. يعني كنت عايز اعرف بس يا شيف طريقه كباب الحله. على عيني يا فادي، على عيني يا حبيبي. بص يا فادي، انا عملته في رمضان كان جميل جدا، بس انا بعمله بطريقه حلوه قوي. بحط البصلية على النار تحمر، البصلية على النار بتحمر تصفر كده خالص تبقى لونها ذهبي. بعد كده على طول بروح جاي، بروح جاي حاطط عليها اللحمة المكعبات، واسيبها تلون مع بعضيها. بعدين اديها شقشة مية بشقشة مية، ما يمنعش ابشر عليها، ما يمنعش ابشر عليها طماطمية واحدة بس على كباب الحلة، مش عايزه يبقى في حاجة حموضة كتيرة، هي بس طماطمية واحدة، هيطلع معايا كباب حلة زي الفل زي الفل كده. حضراتكم ادي الفخده هطلعها اهو في الفرن كده، ركزوا معايا حضراتكم. الفخده اهي، انا مستعجل عشان بس الشوربه بتاعتي، اطلع كده
امسح احسن عمليه هنا بقت ورن خالص اهو كده بمسح الدهون دي كده بعد كده بروح جاي شايل الفخدة بتاعتي دي كده اهي اخش بيها في الفرن براحتها واقفل عليها الخليط ده بتاعي كده ده اللي انا هعمل بيه ايه الشوربه ست ام حازم ايوه السلام عليكم ازيك يا ست ام حازم ازيك يا شيف شربيني يا منور بيتنا يا انت منوره تلفزيوننا الله يخليك اتفضلي سؤال حضرتك ايه يا ست الكل والله يا شيف انا بنرجع جري من شغلنا عشان الحق بدايه البرنامج تحت امر سعادتك تأمريني حضرتك تأمريني سؤالك يا ست الكل ايه انا دلوقتي الحلقه بتاعت امبارح الجميله بس انا ما لقيتش الكريمه اللي حضرتك قلت عليها فلقيت في السوبر ماركت القريب مني كريمه لباني مكتوب عليها للحلويات بص حضرتك الكريمه موجوده في كل سوبر ماركت اسمها في كريم اعملها ازاي بقى في الكنافه الله حضرتك ده هي طريقتها سهلة جدا احنا نعمل كريمة الاول هقولك ازاي نعملها في عندي كريم شانتي وكريم باستري في نوع كريم باستري وفي كريم شانتي هضرب الاول كل منهم يعني الكريم الباستري هحط لها 100 جرام مع 200 جرام مانجا خفيفة عصير مانجا خفيف عصير مانجا خفيف يبقى كده عملنا الباستري كريم بجيب البولة قدام مني والمضرب بتاعي البولة قدام مني والمضرب بتاعي بحط المانجا تكون متلجة وبحط الباستري كريم 100 جرام باستري كريم 200 جرام مانجا وبضربهم بخفقهم هيطلعوا مخفوقين بحطهم في التلاجة بعد كده اعمل الكريم شانتي نفس الطريقة بحط 200 جرام ملي جرام لبن او مية ساعة في التلاجة وبحط 100 جرام كريم شانتي بضربهم في الخلاط او في المضرب هيطلع معايا زي ما قلت لحضرتك كده عندي ده اللي هسقي بيه الشعريه بتاعتي زي ما هو شايفين حضرتك ده البوكيه جرنيه بتاعي ابدا في ايه اشتغلي نطلعك بره بقى كده شويه عشان تشتغلي مفيش مشكله طيب يبقى اقلب هنا اقلب الشعريه بتاعتي عشان تستوي معايا اهي ما اديتهاش اي زبده ولا ماده دهنيه اديها شويه زيت زيتون او زبده خلينا في الزبده عشان بطعمها جميل اهو كده عندي حبهان اسراء مساء الخير الو الو ست اسراء ازيك الحمد لله امور يا بابا انا عايزه السمبوسه على عندي انت شفتيها ايه انا بس عايزه اعرف الخلطه اللي حضرتك على عيني يا حبيبه قلبي على عيني يا حبيبه قلبي بشكرك على اتصال حضرتك السمبوسه هنتكلم عليها دلوقتي على عيني كده الشوربه بتاعتي وادي الشعريه شغاله جبت انا لحمه فراخ فرمتها جبت بصلايا كرفس ورق لورو بحط فلفل الوان كل دوت الاول البصلايا بحطها مع ماده دهنيه زبده او زيت بحط معاها الكرفس وبحط معاها الكرات وبعدين مزج معاها باللحمه اللي هي الفراخ بعد كده بسويها بديها شويه فلفل الوان هتبقى معاكي زي الفل ان شاء الله سمبوسه زي الفل شكرا ليكي كده عندي الشوربه جاهزه اهي كده ميري مساء الخير الو مساء الخير ازيك يا ميري الحمد لله تمام ازيك يا شيخ موريني سعادتك يا فندم انا بس كان عندي سؤال انا جبت عجينه البيف باستري ايوه اللي بعمل بيها فطيرة الفراخ ايوه يا فندم عملتها قبل كده كذا مره تطلع هشه ومره تطلع زي عجينه كده مش هشه طب انت عايزاها هشه ولا عايزاها ايه؟ عايزاها هشه طبعا ما هي بتطلع هشه يا لهوي اصلا حضرتك خرمتيها بشوكه هتطلع هابطه عايزاها هشه يبقى زي ما انت حطيتيها كده هتطلع معاك ان شاء الله هشه لازم يكون الفرن سخن طبعا يكون الفرن سخن حطيها في الفرن عادي يعني افرديها في صينيه في الفرن عادي هتطلع معاك زي الفل شكرا بشكرك يا فندم تحت امرك شكرا اتصالي كده هنا
لندى مساء الخير. النور. ازيك يا ست ندى؟ الحمد لله. امور يا قلبي. انا عايزه اعرف تبديل الديك الرومي. حاضر يا فندم. الديك الرومي سهل جدا يا جماعه، ميه بصل ميه طماطم، ميه بصل ميه طماطم، ملح وفلفل، هو بيتبل مش اكتر من كده. لكن عايز تديله زعتر مفروم، تديله توم باودر، بصل باودر، القصص دي كلها ملهاش لازمه خالص. احنا بنشتغل في السليم دايما كده. خلاص اهو الديك يا جماعه ما بتتبلش، لان هو بيستوي في التتبيله بتاعته. يعني بيقول لي تتبيله الديك وحشو الديك ده، طبعا ما بعرفش ارد عليه لان بتلبخ كده. عندي ادي الشعريه اهي، بخليها تتحمر. مدام هبه، الو، السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ في نعمه والله يا ست الكل. اتفضلي، سؤال حضرتك ايه؟ تسلم ايدك في كل اللي انت بتعمله. تحت امر سعادتك يا فندم. انا بس كنت عايزه اسال نوع السمبوسه لحضرتك، العجينه نوعها ايه بالظبط؟ بتتباع في كل سوبر ماركت ومش غاليه حضرتك. هل ينفع تقول لنا اسمها ولا لا؟ ما ينفعش، تخش على الكنترول هقول لك يقول لك ايه. طيب الحاجه الثانيه، لو عايز اعرف طاجن لسان العصفور. أو زي ما بعمل الشعريه كده هتعمل لسان العصفور. ادي الشعريه قدام مني بحمرها اهي. هنحمر لسان العصفور، بكون اللحمه حاططها في بصلايه وطماطمايه، بخليها تستوي ثلاث ارباع سوا. اديها بصل وجزر وكرفس ناعم، كرات ناعم، وقرن فلفل حراق، شويه كزبره خضراء. بعد كده بنزل بالشعريه عليها واديها الشوربه بتاعتها. هتطلع معاكي طاجن، وهنعمله ان شاء الله الاسبوع الجاي. لسان العصفور هنعمله لحضراتكم تحت امركم كده. هنا اهو الحمام بالفريك هجاوب عليه، حاضر على عيني. بحمر دي حضراتكم كده اهي. الشوربه بتاعتي خلصت. النهارده في حاجه في الكهرباء مش جامده يا جماعه، الكهرباء ضعيفه عندي شويه، مش مشكله. طيب كده نغرف الشوربه بتاعتي اهو، اقلب عشان ما تتحرقش مني. وعندي هنا الخليط بتاعي اللي انا هطفي بيه اهو. وادي الشوربه بتاعتي، وادي زي البرسيم خضراء، زي البرسيم. ساره مساء الخير. مساء النور ست ساره. مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك يا ست ساره على القناه الجميله دي. اتفضلي، سؤال حضرتك يا فندم. في ايديك في الحاجات الحلوه انت بتعملها لنا. تسلمي لي يا ست ساره، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. شوف انا عايزه اسوي ديك رومي، ممكن تقول لي ازاي اسويه؟ زي الفخده اللي عملتها دلوقتي هقول لك عملناها ازاي. ماشي. انت شفت الفخده اللي في الفرن؟ ست ساره. لا انا ما شفتش الفخده، ما تابعتش الحلقه من اولها معلش. طيب حاضر، على عيني حاضر، هقول لك ازاي نعملها دلوقتي. حاضر، عندي البوكيجر بتاعها لسه اهوت. يبقى الفخده الديك الرومي هقول لكم نعمله ازاي، هقول لكم نعمله ازاي. بجيب الديك الرومي، بتبله، ميه طماطم ملح وفلفل، ميه طماطم ملح وفلفل، وبحمره في الحله اللي انا هسوي فيها. بعد كده بنزل عليه بالبوكيجرنيه. ايه هو البوكيجرنيه؟ بصل وجزر وكرفس وورق لورو، طماطم، حبهان، زي اللي هو الخليط قدام حضرتك دوت. بعد كده حمرت الديك، بحط كل الكلام ده عليه، وبعدين بخليه ياخد على النار السوا. عايز اكمل سواه في الفرن، اطلعه ثلاث ارباع سوا وادخله الفرن، هيطلع معايا زي ما حضرتك عايزه. شكرا لاتصال حضرتك. كده هنا الشعرية شغالة بتتحمر اهي. ست ام مريم سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا ست ام مريم؟ زي حضرتك، كل سنة وانت طيب. وبعودة الايام يا ست الكل. يعيدوا علينا وعليك بخير. يا رب جميعا. الله يخليك. اتفضلي، سؤال حضرتك ايه؟ حضرتك امبارح حضرتك اللي سألت حضرتك على صينية المسقعة. ايوه يا فندم. هتحط شوف معلقة سكر فوق الوش، دي عشان ايه حضرتك؟ عشان عندك دايما بذر الطماطم. طب ليه لما بعمل شوربه الطماطم بديها معلقه سكر حضرتك؟ الطماطم بتبقى مراره، تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. الله ينور عليك يا ست. انت بتفهم احسن منه. انت عايزه ايه تاني منك؟ يا رب ربنا يبارك فيك، اتعلم منك كتير. لا لا لا، ده انتوا اخواتي وبتعملوا شغل احسن مني.
ربنا يكرمك يا رب. اي سؤال تاني؟ علاقة السكر دي عشان الحموضة بتاعت الله ينور على سعادتك يا ست الكل. الله يكرمك. شكرا لاتصال حضرتك. ادي الشعرية. كده احط كمان مية عليها هنا تاني لو عايز ازود كده. زي ما بعمل الرز كده. المسابقة قدام حضراتكم، يا ريت نصورها كده اهو. دي الشعرية بتاعتي، هتشرب اغطيها. كده الفخده شغاله. ادي السمبوسه. نشوف بقى ايه تاني عندي في الثلاجه. الله، ده انا خلصت. عندنا الخشاف، ما ورناش حاجه. عندنا الخشاف بالفاكهه. اشيل بس الدنيا كده من قدام مني واروق نفسي. اهو كده استاذنكم واخد فاس وارجع لكم تاني. اوعدوني اوعوا دور المحطه ولا تروحوا في اي حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. طبعا غرفنا السمبوسه وغرفنا الشوربه، وبنعمل دلوقتي في الخشاف. عندي خشاف بالفاكهه برضو بالمكسرات كده. عندي خوخ، برقوق، اي فاكهه عندك في السوق هاتيها وبراحتك. والمسابقه قدام حضراتكم اهي. المخرج النهارده متوصي بالمسابقه، كل 3 دقايق ينزلها، ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له في صحته. ادي مشمشيه، مكسرات، خوخ، كل اللي انت عندك عايز تحطيه حطيه اهو. عايزين نشرب شويه يعني هو مش فروض صلاه ومش خشاف، بين الاثنين وقطع كبيره. وعندي الرمان بالرغم انه لسه ما طلعش، لكن برضو هيديني طعم جميل اهو. ادي الرمان بتاعي، كل سنه طيبين موسمه نزل. النهارده معانا الحاج بلال اللي فاز امبارح بالمسابقه بتاعته. كل سنه طيب يا حاج بلال. طيب يا شكشويني، ازي حضرتك؟ مبروك يا عم الحاج. الله يبارك في حضرتك، عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب، مبروك يا حبيب قلبي. الله يبارك في حضرتك، والله احنا بنحبك جدا وبنحب البرنامج بتاعك جدا. ربنا يخليك يا حاج بلال، والف مبروك، وربنا ينولها لكل المشتاق. الله يبارك في حضرتك انت. شكرا، وكل سنه وانت طيب، وعقبال العودة يا رب، وربنا يكرمك بحجة قريب إن شاء الله. الله يكرمك. طب كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي. الله يكرمك. المخرج النهاردة معايا صحيلي واحدة واحدة، وعامل معايا شغل بصراحة يعني أنا مستهلوش. الراجل النهاردة مقطع نفسه معايا. الراجل المخرج بتاعي مقطع نفسه معايا النهاردة. الله يبارك لك، الله يبارك لك. كده آدي أهو حطينا هنا كل. طب نديها إيه بقى هنا يا جماعة؟ بعد ما عملت الحلاوة الجمال ده كله. ادي شوية عصير مانجا اهو كده، في تلج. طيب يا ست سعاد مساء الخير. ايوه السلام عليكم. ست سعاد ازاي حضرتك؟ السلام عليكم، ازيك يا سيف شربيني؟ كل سنة وانت طيبة يا ست الحاجة. كل سنة وحضرتك طيب. بعودة الايام يا ست الكل. انا عايز اطلب طلبين بس من حضرتك. اتفضلي يا فندم. عايزة مكرونة الصلصة البيضة، اللي هي بالصلصة البيضة واللحمة الباردة. على عيني، حاضر. اللحمة الباردة زي اللي أنا عاملها في دلوقتي في التلفزيون قدامكم، هي دي تعتبر لحمة باردة. أدي الشعرية بتاعتها أهي، الشرعية أهي. نعم. ست الكل. بيبقى في الفخدة. الفخدة، ما هو الفخدة نفس الطريقة اللي أنا عملتها. طيب يا ريت تقول لي أهم حاجة الصلصة البيضة يا دكتور يا أستاذ شربيني بعدين. الصلصة البيضة على عيني، حاضر.
بشكرك. حاجه تانية يا ست الكل؟ شكرا شكرا، بشكرك على اتصالك، اتفضلي تحت امري. ادي الشعريه بتاعتي خلصت اهي، هنشوف مع بعض نعمل ايه بعد كده اهو. طيب الحمام بالفريك هقول لكم عليه عشان معايا راجل صحي لي واحده واحده، الله ينور عليك. هجيب نص كيلو فريك بنقعه في الميه الاول، بعد ما نقعه في الميه بجيب بصلتين كبار على النار، بصلتين كبار على النار بقطعهم تقطيع رفيعه. بعد كده الشعريه دي يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، بصوا متحمره من فوق ومن تحت ازاي، حاجه تخلي الواحد فعلا يقول انا بطبخ كده. ادي الانجر بتاعي اهو، هندلقها مع بعضينا. طب بعد كده حضرتك بتجيبي الفريك بتنقعيه اهو، بعد ما بتنقعيه حطينا البصلايه، بعد ما حطيت البصلايه كده المكسرات بتاعي، بحط الفريك بتاعي بنزل معاه بمكعبات صغيره كرفس، بفرمه مع بعضه، بفرم معاه كرات ابيض، فص ثوم، والبصلايه اصفرت بنزل عليها بالفريك وبسقيه بشوربه من عندي. لو ما عندكيش شوربه حط له مكعبين مرق، هيطلع معاكي زي الفل كده. اغرف الخشاف وبعدين اغرف الفخده كده. ادي بولات الخشاف عندي اهي، بتبقى فانسي جلاس اللي هو بنقول عليها بره كده. الفخده بتاعتي بفتح عليها كده اهو، شفتوا بقى الخشاف النهارده عامل ازاي. ست ام حسين سلام عليكم. ايوه سلام عليكم يا شيف. ست ام حسين حضرتك كل طيب. وانت طيبه يا ست ام حسين، عامله ايه؟ ربنا يخليك. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ عليا بس طلب عند حضرتك. عينيا. انا عندي لحمه جديان. حلو قوي، بس مش عارفه اعملها ازاي. نعملها نيفه يعني تستوي؟ اه لا نشويها، ممكن نحطها في الفرن عادي ونسلقها يعني. طب حضرتك قول لي على الطريقه. هنجيب الاول حله على النار، ايوه، فيها بصل وجزر وكرفس ومعلقتين كركم، ايوه، وعلبتين زبادي وربع كوبايه خل وزعتر وملح وفلفل، واسلق فيها اللحم الجديان، ايوه. بعد كده بطلعه بتبله بزبادي برده وشويه زعتر وزيت زيتون وملح وفلفل وميه طماطم وميه بصل، ايوه، وبعد كده بدخله في الفرن. اهم حاجه عندي احط خل عليها وتوم عشان الزفاره اللي فيها، لان لحم الجديان بتبقى زفره شويه، بس كده تطلع معاكي زي الفل، تبقى معاكي نيفه. في الطاجن ولا صينيه عاديه؟ عايزاها في صينيه عاديه، حطيها في طاجن زي ما انت عايزه، اللي انت عايزاه، ما حدش ليه حاجه عندي. شكرا يا شيخ. تحت امر سعادتك. ادي الفخده بتاعتي اهي، عندي بلانشه كده اهي، نطلع ده بره. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نشتغل مع بعض نحل. شفتوا بقى حضراتكم وصلنا لإيه؟ نحل الدبارة أهي كده، كل الدبارة بتاعتي بشيلها اهي. سن السكينة بتاعتي حلو قوي كده، بفك اهو اهو. هات لي الجفت يا ابني، هات لي بتاع اللي عندك اللي بتغسله وبتسيبه عندك. كل حاجة عندكم ليه؟ ليه؟ عمرو مساء الخير. مساء الخير يا شيف. ازيك يا باشا؟ مساء حضرتك طيب. بعود الأيام يا عم عمرو. حضرتك بس كنت عايز بس اعرف البصل بيتنشف ازاي بتاع الكشري ده. حاضر يا فندم، هنجيب بصلايه هنقطعها،
بعد ما اقطعها بحط عليها شويه ملح وشويه دقيق اسيبهم لمده 5 دقائق. البصل هيجيب ميته هيبقى مع ايه في شويه ميه، بجيب عليه شويه دقيق بحطهم وبعد كده بسيبه برده لمده 3 دقائق. هتخش بعد كده على طول تحمره في الزيت هيطلع معاك زي الفل. شكرا لاتصال حضرتك. كده اهو ادي الدبار بتاعي كله بره اهو اهو. ابدا اقطع بقى براحتي اهو. ده الخيط كله بتاعي هيجي كده عندي. عايز سكينه حاميه؟ فين السكينه الحاميه؟ ادي السكينه الحاميه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نخش بقى مع بعض. ممكن نحطها سليمه بس اقطع حته منها ولا اعمل ايه بالظبط زي ما انتوا عايزين؟ ناخد كام طرنش الاول كده اهو. تفاح تفاح اللحمه طالعه رزيق اهي كده. بشيل بس الدوباره بتاعتي كمان طرنش اهو. صلاة النبي احسن. بعد كده اروح جايب دي كده اهو. عندي ديمجلاس اديها ديمجلاس. عندي اي حاجه كده ادي اللحمه بتاعتي روزيه طالعه كده. يبقى الفخده عندي زي ما انتم شايفين حضراتكم في الفرن. عايزين تزودوا السوا عليها مفيش مشكله انتم حرين، لكن هي كده زي الفل. ادي التلج مع الخشاب بتاعي اهو. جو حر لازم كل حاجتي تكون منعنعه ومنعنشه اهو. ده كده هنا عندي ادي الفخده. نخلي وشها كده احسن. ام مالك مساء الخير. تنور ازاي حضرتك يا ست؟ ام مالك ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ايه الطعامه دي والحلاوه دي؟ تسلم ايديك. اتفضلي معانا يا ست الكل تحت امرك. ربنا يخليك. جريت ريق يا سيف والله وانا صايمه. تسلم ايدك تسلم ايدك والله. انا خدام سعادتكم وحضراتكم. كل اهل اسكندريه بيحبوك والله يا سيف. اهلي وحبايبي واخواتي. ربنا يكرمك يا رب. بعد اذنك بس عايزه الشعريه اللي انت عملتها. بص حضرتك انا سويت فخده ضاني حطيتها في كوجرني بصل وجزر وكرفس وطماطم ورق لورا وحبهان وقرفه خشب. بعد كده حمرت الفخده وبعدين حطيت معاها الخليط بتاعه كله واديت لها ميه واستوت. بعد ما استوت حطيت طبعا صفيتها وخدتها عملت بيها الشعريه اللي حضرتك شايفاها دي. لازم حضرتك تستوي عشان خاطر اخد الجوز بتاعها اطفي بيه على الشعريه بتاعتي. اطفي بيه على الشعريه بتاعتي كده. هنا ادي الخشاف بتاعي. بصراحه يعني مش عايز اقول لكم منظر الخشاف. طيب اعمل ايه بقى تاني؟ انا اعمل حاجات كتيره. حتى المعلقه راحت كده. ادي الخشاف. هنشوف مع بعض عملنا ايه يا جماعه. قوام قوام كده. عندي السمبوسه مكبلات ومكرونه بالبشاميل اللي طلبت مني كذا مره عملناها بس بطريقه جميله الله عليك. بيخش اهو بيخوفني بالدخله بتاعته دي. المخرج بيخوفني بالدخله بتاعته دي. لا يكون عندي حاجه كده ولا كده ولا غلط ولا حاجه يكشف ورقي. وادي المكرونه بالبشاميل قدام برضو قدام حضراتكم اهيت. ايوه. بعد كده الفخده الضاني او بتلو زي ما انتوا عايزين برضو قدام حضراتكم اهي. براجع فيها واحده واحده. يا حلاوتك انت يا جمالك يا مخرج يا عظيم يا كبير. خش عليا براحتك وهات الموزه. طبعا الموزه دي ممكن الفها بورق ألموني واتحركن عليكم واعمل فيها نشيف. دي سهله قوي ممكن نعملها قبل ما نختم بس المخرج يديني وقت وما زعقليش. ادي بصوا بقى عشان ايه بالمره نعمل دي كده اهي. نروح جايين
جايبين مقص، اصل حرام الواحد يعمل حاجه وما كملهاش. بس اروح جايب دي كده عاملها هنا كده اهو، كده صح كده. الله يا حلاوه. كان نفسي اعمل حاجه احسن من كده تراضي حضراتكم، بس اللي قدرت عليه عملته، وبشكركم على حسن متابعتكم، وان شاء الله اشوفكم على خير بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.